باعتبار أنه كان من السباقين في الدخول إلى الإسلام، فكان له دور كبير في إسلام أهل اليمن وفي دخولهم إلى الإسلام. فلما وصل الأمر إلى أمير المؤمنين فعين المجموعة التي قادت هذه المعركة، وكان الأشطر هو زعيمها وهو قائدها، وببركة هذا الرجل العظيم والشجاع تم التغلب على روما الشرقية التي كانت تمتاز بتجربة كبيرة جدا في الحروب. In this battle, Malik was wounded under his eyes, and this was why he was named Al-Ashtar. من كرامات هذا الرجل العظيم مالك الأشطر أنه صدقت عليه نبوة النبي صلى الله عليه وآله في حق أبي ذر رضي الله عنه، هذا الرجل الموالي للرسول والموالي لأهل البيت. نعم، ستموت لوحدك، تعيش لوحدك وستموت لوحدك. إمام علي في معركة الجمل وكان له تأثير قوي، حيث كان قائد الجناح الأيمن لجيش الإمام علي عليه السلام، وتقريبا هو الذي كان له الدور الأكبر في حسم معركة الجمل وعقر الجمل وإيقاف وحقن الدماء التي حدثت بعد ذلك. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع، أشد على الفجار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث أخو مذحج، فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، فإنه سيف من سيوف الله. When Muawiyah knew that Malik would rule Egypt, he decided to kill him. مالك؟ سيدي أبي ما الذي شرارك يا أبي؟ مالك؟ أبي؟ ماذا جرى؟ أبي؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن علي ولي الله. Stop there for rest in 38 AH. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم، مرحبا بمقدمكم.